اهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. بصوا يا جماعه، الفيديو ده مش شرح الحاجه، الفيديو ده اعلان وظيفه. حد بعتها لي وطالب يعني اتنين بوزيشن، ماشي. اول واحد هو عاوز حد يكون كاتب معاه لغه عربيه كويسه جدا، يعني لغه وكتابه، ويقدر ان هو يعني يكون قارئ للشعر بص يعتبر زي استاذ لغه عربيه كده، حد كويس قوي، بس مش مدرس، هو شخص محتاج حد هيشتغل معاه، هيكون زي كاتب له، مصحح حاجات من كده، حد بتاع لغه عربيه صرف، ماشي. فاللي شايف نفسه انه في اللغه العربيه كويس ويبص في الشعر مفيش منه وحاجه كده كويسه جدا يبعت لي، ده اول حاجه. تاني حاجه، مهندس لاندسكيب، واعملوا شير، ابعتوا الفيديو ده للناس عشان ايه اللي شايف نفسه فيه الملكه دي يبعت لي، وانا ان شاء الله ايه هوصله بالشخص. بس هو ما قاليش الراتب كام بصراحه، الراتب هيبقى معاه، انتوا لما يكلمكم وتتواصلوا وتفهموه اكتر هتتفقوا معاه في موضوع الراتب، ماشي. والشغل في مدينه الاحساء، خلاص، هنا في السعوديه، ماشي. المهندس اللاندسكيب يكون فاهم بقى في اللاندسكيب، في التخطيط، ويا حبذا لو هو مهندس، مش حد واحد، لا، احنا عايزين حد بيفهم في اللاندسكيب ويقدر ان هو على درايه بالاوتوكاد والدروينج وتنسيق الحدائق والحاجات دي كلها، خلاص. فيبقى دي شغلته، خلاص. بس اعملوا شير وربنا يوفقكم، وابعتوا لي رقم الواتساب موجود على القناه، او اكتبوا لي في الكومنتات وانا هتواصل معاكم، سيبوا رقمكم، اتواصلوا معايا باي شكل وانا هوصلكم بالشخص اللي عاوز الوظيفتين دول. بس سلام.